طمنا عليك يا ثروت ونشوفك في احسن صحه واحسن حال. معانا الكابتن ثروت فرج، شوف هيقول لك ايه ونرجع تاني نحلل كلامه. طبعا لما نيجي نتكلم على شخصيه زي الكابتن بدير كلاعب، كان طبعا لاعب مميز جدا، وكان من اعمده الفريق القومي وفي في جيل السبعينات. وفي نفس الوقت لما نهى رحله اللعب او الملعب، لما نهى رحله الملعب اتجه للتدريب ودرب في كل الانديه اللي موجوده، حتى في المنصوره مسك الفريق في فتره صعبه جدا، ده اخر حاجه يعني، وكان 2017. وكان ليا الشرف ان احنا نشتغل مع بعض، كنت انا مدير كوره وهو كان مدير فني، وكان الكباتن معانا الكابتن درويش والكابتن سطوحي، كنا جهاز ووصلنا الفريق لبر الامان. ده الكلام ده 2017. قبل كده طبعا كابتن بدير سافر السعوديه ودرب في اغلب الانديه في السعوديه ودرب في منتخب الناشئين، فكانت رحله جميله جدا بالنسبه لي. فاحنا كان لنا طبعا كنا بنتشرف بانه موجود في الاجهزه الفنيه بتاعه المنتخب الكابتن بدير، زي ما شرفنا كلاعب، كان لاعب اساسي ولاعب اكتر من 60 مباراه دوليه في 3 سنين، كان له بصمه كبيره جدا كلاعب، وكذلك كان له بصمه كبيره كمدرب. واخر حاجه كان في نادي المنصوره في قطاع الناشئين، ماسك مدير قطاع الناشئين، عمل خطط مستقبليه للنادي وعمل حاجات كويسه للنادي، وبنتمنى له التوفيق يعني في الرحله بتاعته اللي جايه ان شاء الله، سواء في اي نادي تاني او في نادي المنصوره، فبنتمنى له التوفيق كابتن بدير. بما اننا بنتكلم عن كابتن بدير، يعني قيمه كابتن بدير التاريخيه، اي حد، اي لعيب او اي شخصيه بتستمر في مكانها كويس، كطب، كهندسه، كاي حاجه. وبما اننا بنتكلم عن الكوره، ان الكابتن محمد بدير لعب يعني في خلال 3-4 سنين عمل اسم كبير جدا، وهو اصلا اسم كويس في نادي المنصوره. هتقول ايه للكابتن ثروت فرج؟ والله في البدايه بقول ربنا يشفيه ويعافيه ويديله الصحه ان شاء الله، وبشكره طبعا على الشهاده الجميله ديت، ويعني ده صديق العمر في الملاعب يعني. ربنا يديم عليك يا رب. ربنا يديله الصحه. طيب انت فاكر اول مدرب ادالك الفرصه في الفريق الاول، او من الناشئين اللي صعدك للفريق الاول؟ الكابتن عبد الحميد زاهر، ربنا يديله الصحه. عبد الحميد زاهر، ربنا يديله الصحه. ايه اللي ضر بينك وبينه، وعرفت ازاي انك تبقى في الفريق الاول؟ الميزه من كابتن عبد الحميد زاهر نفس المنطق بتاع كابتن فتحي نصير، عين اللي احنا مفتقدينها، اللي احنا هي مفقوده العين. ايه بقى اللي حصل؟ رشحنا طبعا للفريق الاول. مين اللي كان ماسك مدرب الفريق الاول؟ الكابتن حلمي سليمان. كابتن حلمي سليمان، وجه في ساعده فيها موضوع النادي الاهلي. ده اللي ادى القرار. ساعده فيها ازاي؟ في تصعيدي. هو ادى ترشيح ان انا الامكانياتي يعني لما النادي الاهلي شاف بقى ان هو عايزك وبتاع الكلام ده، قال لك طب ما احنا اولى بقى. لما النادي الاهلي دخل دعم كمان في حته الترشيح في التصعيد الفريق الاول، نلحقه قبل ما يجري مننا، قبل ما نقفل السكه. فده يعني كان له الفضل بصراحه لينا كلنا. نعم. كابتن عبد الحميد سهل يعني هو بقى اللي مسؤول عن كل الشال وبدو وحموده. لا، الشال كان اكبر سنة. بس هو ما حضرش كابتن عبد الحميد زاهر. يعني كابتن محمد زاهر خدنا بقى انا واحمد شاكر وبدوي ونجي فتحي والسطوحي وجدي غزي، كنا صغيرين. لا ده وجدي كان كبير، كان كبير برضه. يعني طلعتوا عليه؟ طلعنا عليه. طيب لما وصلت الفريق الاول، افتكر اول مباراه لعبتها في الفريق الاول وبدا بقى الجمهور كله يعرف ان في لاعب النادي الاهلي كان عايزه وبقى دلوقتي موجود نجم من نجوم نادي المنصوره، تفتكر اول مباراه كانت ايه؟ ده اللي هي دوري ممتاز. دوري ممتاز. كان مباراه دمياط، هناك في دمياط. دمياط اول مباراه في الدوري. هناك عملتوا فيها ايه؟ تقريبا خسرنا، كان الكابتن حسن جبر باين كان هو اللي جاب الجول. حسن ريحان اللي كان في دمياط وجاب جول فينا مره. احنا طلعنا
ما دخلش فينا ولا هدف طول السنة وهو اللي جاب فينا جول في النادي الأهلي، بقينا زعلانين زعل غير عادي. كان مهاجم كويس. خسرت 1-0. خسرنا 1-0 في بداية الدوري، بس بعد كده حبيبي ما خسرناش. طيب أنت لما طلعت بقى الدرجة الأولى ولعبت وبدأ الجمهور كله يعرف بدير، أنت ما فكرتش مرة تانية إنك ترجع النادي الأهلي؟ ولا كانت السكة قفلت بقى؟ لا هي كمان قفلت. ليه بقى كمان؟ لأن المنتخب ما تأخرش. ضمك على طول. المنتخب ما هو منتخب أول والناشئين؟ لا الأول. 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 ما ده قصة برضه. لعبت مش منتخب ناشئين؟ لا. خالص. أنت لعبت ما كانش فيها كابتن مصطفى أيامنا منتخبات ناشئين. ولا منتخبات أولمبي، ما الأولمبي ما ده كان اللي تحت 23 سنة وخلاص. بالظبط يعني بالظبط. إزاي دلوقتي؟ ما فكرش بقى انك تروح النادي الاهلي خلاص؟ لا لقيتها بقى صعبه العمليه. لقيتها صعبه. تعودت على جمهورك وعلى ملاعبك وعلى زمايلك. ما هو ده 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 اللي حصل في مشوار تاني. ان الجمهور كان له خطر عندي بعد ما انا بقيت مؤثر مع الفرقه. مع الفرقه ومع البلد والناس وحبايبنا واهلنا. كل الرجوله في الملعب والكلام ده. وخصوصا لما اتخذت المنتخب برضه، ما انا اتخذت اول سنه لعبنا في دوري ممتاز. ايوه طبعا. يعني انا انتخبت يا كابتن، كنا بنلعب الاولمبي في اسكندريه وانا مش في دماغي يعني. مدرب اللي هو اليوغوسلافي نوكوفيتش كان بيعمل دوره بيلف على بيلف على الماتشات متابع. فانا لعبت بصراحه الماتش الاولمبي ده كسبناه 1-0. كنت 10 على 10 سنه 78 77 78 بالظبط. كنت شايل يعني. فانا رجعت تاني يوم لقيت فاكس جاي من الاتحاد، احضر ايه الاختبار اول اجتماع المنتخب تجميع وبتاع مش عارف ايه. ده كانت القصه. كانت بالنسبه لك ايه بقى؟ طب انا احكي لك بقى حكايه. ما انا اول تحكي. مره احكيها للراي العام. حلو. قبل الاجتماع بتاع المنتخب الدوري كان خلص، كنا فترة صيف. ايوه. فواحد صاحبي جاي من العراق قاعد